استاذ ابراهيم، ممكن اقترح عليك حاجه؟ اتفضل. ليه يا مزاج كده تبتدي باديبيات عمرو؟ فقره لذيذه الجمهور بيحبها. اديبيات عمرو؟ اديبيات عمرو. لا ده حته اديب بقى، ده حته من اديب عن عمرو اديب. طيب نشوف دلوقتي معاكم بعظمه لسانه. انسى يا عمرو، انسى يا عمرو بجد، ولو كنت اعلم خاتمتي ما كنت بدات. قرأت الفنجان في 30/9 او 30/12/2019 نهايات السنه اللي فاتت. الناس بتستشرف السنه الجديده. الزميل العزيز عمرو اديب بخفه دم حب يستشرف الدنيا ماشيه ازاي. جاب قارئه الفنجان او قارئه الكوتشينه، قالت كلام زمان ودلوقتي. عمرو اديب بعد ما حصل اللي حصل، هي ما قالتش حاجه، انما التعبيرات بتاعتها شوف. لا خليكم اتفرجوا. اتفرجوا. خلينا نسال عن النادي الاهلي. طيب الورق ده جديد خالص. ما هو الاهلي دايما يجي له الجديد. الغالي يجي له الغالي. صفي النية. صفي النية، ده الاهلي ده حبيبي، ده حبيبي، ده حبيبي وابن حبيبي. يا جماعه الاهلاويه خلوا نيتكم معايا كده، يعني ايه عايز تسال على ايه؟ لا لي عامل ايه السنه دي؟ اخباره ايه في 2020؟ رغم انها باينه يعني، بس ما تقول سؤال محدد يعني ومفصل ودقيق. هياخدوا الدوري؟ اجابه دقيقه. الاول تسال على ايه؟ الدوري. انا لسه ما اتحطتش بس شكلها كده والله اعلم يعني. طيب الاهلي هياخد الدوري السنه دي 2020؟ ايه اللي يضحك طيب؟ ليه دايما الاهلي بيضحكوا؟ تشمتوا فيا كلكم؟ ده انت وقعت على روحك من الضحك. هياخد الثلاثه؟ والنبي ما تقوليها في وشي، والنبي ما تقولي ان هياخد الثلاث بطولات. قولي لي هياخد الدوري، ما انا عارف ان هو خد الدوري خلاص، انما ما تقوليش بالثلاثه. ايه؟ هو برجو ايه؟ برجو ايه؟ برج الجزيره. حظه نار. ها؟ لا يا اهلاوي، النهارده ايه؟ الخميس ولا ايه؟ نار باينك. مش عارف تقولي في وشي يعني. التلات طيب بطولات. كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب يا بيه. طيب خلاص انسي الاهلي خلاص يعني. لا لا اصله يعني مش محتاجه يعني قدراتك يعني. والنبي ما تقوليها. نار يا عمرو نار. الست ما قالتش حاجه، ما اتكلمتش، ضحكت بس. ولذلك انا يعني الحقيقه استاذ عمرو والله العظيم هو ده حاجه جميله جدا كيف يتقبل هذه الامور. مش معنى كده ان انا بصدق في الغيبيات في التكهنات وفي الكلام ده، لكن الحقيقه الفني انا الفكره على طول استحضرت اول الثلاثيه ما كملت، استحضرت اللقطه دي. فانت كملت عليها استكمال رائع بقى، وريني بقى. طيب لما حصل اللي حصل والتالتة جت، عمرو اديب اتفرج عليها ازاي؟ طبعا جمهور الاهلي سعيد جدا وكانها البطوله الاولى. يا عم ما في اتنين قبل كده في الصندوق، ده غير اللي موجودين في الصندوق اللي في النادي. هو في حاجه تاني؟ يعني هل مثلا في بطوله الترماي مثلا او حاجه؟ يعني في بطولات تانيه الاهلي ما خدهاش؟ في اي بطوله؟ بطوله البلي مثلا المسافات الطويله؟ في اي بطوله الاهلي ما خدهاش السنه دي؟ كاس العالم للانديه؟ لا ده مش عندنا بقى كمان يعني. كمان طبعا احنا نحب جدا ان الاهلي ياخد كاس العالم للانديه، دي شيء يفرحنا كمصريين، انما انا تعبت. عمرو عيط، عمرو تعب بقى خلاص. عمرو تعب يعني، عمرو عيط خلاص. عمرو يعني معلش معلش، تبقى زملكاوي تبقى اسماعيلاوي، النصر يجب ان يتم التهنئه عليه. وما دام انت كسبت تبقى الاحسن، ما دام انت كسبت حلال عليك. والنهارده بقى يطلعوا يقولوا لك الثالثه يا اهلي والرابعه يا اهلي والخمسه، تحس ان احنا في مدرسه ابتدائي. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. بقوا ثلاثه، بقوا اربعه، بقوا خمسه، كفايه يا اخي.
ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري، شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لسه أربعة وخمسة هيتلعبوا، يا رب يبقوا خمسة وخميسة. يعني ده إجابة على سؤالك يا عمرو، لسه في حاجة تانية؟ في اثنين سوبر يا عمرو بقى، ما خليك حلو. طب ما نشوفه مع مصطفى عبده عمل إيه؟ قال له ما زهقتوش. هو كابتن الخطيب ما زهقش من حكاية إنه كل شوية يجيبوه الاستاد ويشيل الكاس وتصور مع الكاس، بعدين يروح بعدين يلبس بدلة جديدة ويجي يشيل الدرع، ويعني ما زهق يعني الحكاية دي ما زهقش منها. كابتن الخطيب بيسيب. لا الخطيب مصمم، لأن في عندنا لسه مكانين فاضيين تانيين بكؤوس، فمصمم إنه يملى الدولاب ده ونقفل عليه سنة 20. في مكان في النادي الأهلي لسه هيتحط فيه كؤوس. في مكانين في مكانين ان شاء الله. هو عمرو دائما ينهي بسؤال، في اماكن احنا نخلق الاماكن يا عمرو، بس نكبر ساعة ما نكسب هنلاقي اماكن. انا اسيب له مكاني، اي كاس عايز يجي يقعد اسيب له مكاني اينما كنت. الكاس اهم. الكاس ده بس، يا رب الاهلي يكمل كده يا رب، يا رب البطولتين جايين، وخصوصا بطوله افريقيا احنا عايزين نقرب. طبعا عايزين نقرب من ريال مدريد، كون فرق ست القاب بقوا خمسه، عايزينهم يبقوا اربعه بقى، والسنه الجايه حلال حلال. بس الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لعمرو، طب انت مش ناوي بدل ما قاعد تعد وتحسد ما تغير؟ نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ مع عمرو اديب النهارده. كوره كمان لدرس الحقيقه، يعني صوره مشرفه للكره المصريه والاجواء المصريه والرياضه المصريه. يعني كونك ان انت قبل المباراه تبقى بالشكل ده والشراسه دي اللي في الموجوده في الملعب، وبعد اللقاء نعمل ممر شرفي لفرقه الجيش عشان كان حاجه جميله انا اشدت بيها بجد، فعلا شيء محترم. الكابتن الخطيب قال ايه النهارده بعد ما خدتوا الكاس؟ قال ايه النهارده؟ هو قال لنا طبعا الف مبروك، لكن يعني طبعا احتفاليه الكاس والفرحه بتاعه الكاس طبعا كانت كل واحد في 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 سكته وطريقه يعني. وانا عارف كويس قوي 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 ان ان من بكره وبعد بكره هتبدا الافراح وسعاده وبهجه، عارف كويس قوي. لكن من يوم الثلاث ده اول تمرين لينا، هتحضر لحاجه جديده يعني. كابتن سيد سؤالي الاخير قبل ما اسيبك وتحتفل وتنبسط، انا شفت تعبيراتك بعد البينالتي بتاع ايمن اشرف، كنت بتفكر في ايه في اللحظه دي؟ والله يعني انا في اللحظه دي تحديدا يعني قلت صعب قوي، يعني صعب يبقى عندك البنالتي الرابع والبنالتي الخامس يعني يضيعوا الاثنين وتخسر الكاس. انا كنت عايزك تبقى مطمن، كنتوا هتاخدوا الكاس هتاخدوه، ما بتحصلش. يا اخي الا الاهلي. طب بعد كل السنين دي وبعد كل الخبرات والمواقف ديت، يعني الواحد بيراجع نفسه. يعني انا براجع نفسي لو اتلعب من ملحوظه ولا اثنين، مش هتراجع نفسك انت كمان؟ لا مش هراجع، سنظل اوفياء يا كابتن. يا على فكره برضو عمرو اديب بقى يعني خلاص، كل حتى الفنانين الاهلاويه بقى في حلو بينهم وبين عمرو اديب. هو لذيذ. ايوه يعني هي دي الرياضه وهي دي الروح. ازاي الناس تقدر حتى تتبادل المزاح مع بعضها بهذا الاتيتيود، المرح وال بالظبط. مين انت بتحفل على نفسك، مين هيحفل عليك؟ خلاص قفلت السكه. لكن انا عايز اقول له حاجه باجابه على يعني او استكمالا لسؤال الكابتن سيد، ما بقول له مش ناوي بقى يا عمرو، انا سنظل وفاء. فانا بقول له انسى يا عمرو اللي هو خليك وفاء يا عمرو. لكن الفنانه صابرين الحياه الاهلاويه الجميله عملت مداخله مع عمرو اديب، نشوف قالت له ايه. انا صابرين. ايوه انا بكلمك من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي، عشان اقول لكم مبروك. اصيله يا اختي، اصيله اصيله والله، وحياتك لا اقول له. انا عايز اقول لك يا عمر، انت وطارق جوزي مش ممكن نفس الكلام. يعني هو مين اللي باينك يعني الاهلي ولا طارق جوزك؟ يعني انت بتختاري الاهلي يعني انت عمري انتوا نفس كلامكم واحد، البلنتي جابوا بلنتي وثلاث فاولات ما تحسبوش، ده انتوا نفس الكلام، انتوا بتسمعوا لبعض المحاضره ولا ايه قبل المباراه؟ بنسمع لبعض ليه بس؟ وبعدين انا عايز اسالك سؤال، ايه اللي هيقعد لك؟ الاهلي ولا جوزك؟ الاهلي طبعا. الاهلي
لا إله إلا الله. أنا هطلع، أنا عارفة بعد المكالمة دي، بس خلي بالك إحنا مصريين سواء الأهلي أو الزمالك. لا 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 لا، لا. والنبي الله يخليكي، مش عايز النغمة دي، أنا زعلان. يعني إيه سواء؟ لا ما ينفعش سواء لا. يعني أنت النهاردة لو كان الزمالك كسب كنت هتقولي لي سواء الأهلي أو الزمالك؟ لا طبعا. أيوة زعلان. أنا كنت هخش بقلب جامد جدا أقول لك ألف مبروك يا عمرو، أخيرا فرحته يعني. أخيرا. لا أنا أجمل حاجة يا عمرو لما أنت قعدت تقول إيه؟ يا ريتني ما كنت بصيت، يا ريتني ما كنت. ده أنا أول قلت لهم واحد فنان، وفعلا فنان قفشة 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 يعني. وأنا بقول بس يعني كأني حضرت روحه. يا عمرو إحنا لازم نعلم الناس لا للعصبية لا لل يعني كل الكلام ولا للهزيمة يا أختي. هو أنا هو وأنا أقعد يا عمرو عادي. مبروك لمصر في الاخر، مبروك لمصر يا عمرو. باتي عند واحده، باتي عند واحده صاحبتك او عند اهلك النهارده. اه هتطلع والله، لو اتطلعت هيبقى خبر حصري عندك بعد. شكرا صابرين. انت بالذات يا عمرو مش من حقك تندهش من موقف صابرين، انت عايش هذا الموقف.